اهلا بيكم مره تانية متابعي قناه هلا غنيم على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك اروى ايجيبشن كيتشن. النهارده هستعرض معاكم طاجن الخضروات من المغرب اللي انا بس كنت بتفرج وباكل اللي عمله صديقي وصاحبي الشيف محمد من المغرب، وهو بدا بسله خضروات كده زي ما انتم شايفين. والطبق دوت غير ان هو غني ولذيذ، فهو مستو ان هو فيجن او صيامي. طبعا هو في البصل، الكوسة، الشمر الأخضر، ودوت احنا مش بنستخدمه في الأطباق المصرية، يعني من النادر، عمري ما شفت حد استخدمه. طبعا الجزر الملون، والألوان دي ليها قيمة غذائية عالية جدا. التشيري توميتو اللي هي الطماطم الصغيرة، البطاطا أو ممكن نستخدم بدلها بطاطس، الاثنين أوكي. سكواش، اي نوع من السكواش او اللي هو قرع العسل، واحنا ده معروف جدا في مصر. عصير ليمون، الزيتون، ودي حاجه جديده بالنسبه لنا ان احنا بنطبخ بالزيتون، بس هو طبق جميل جدا. فلفل الوان، اي الوان عندك هاتيها. وقبل ما نبدا، لو ما كنتش اشتركت في القناه من فضلك اعمل لايك وسبسكرايب والجرس عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي هنبدا مع الشيف محمد. هو جاب البصل، انا شفت جاب البصل قطعه كده شرايح زي ما انتم شايفين، ودبله مع شويه زيت، وبدا يرص في الخضار بشكل فني يا جماعه، رهيب رهيب، جميل جدا. انا قعدت اراقبه من بعيد وكل شويه اقول له كده وريني، قلت لا لازم اصور كده عشان تتفرجوا معايا. هو عمل الطبق دوت اكتر من مره، دوت من مره قبل كده بعد ما رصوا انا خدت له صوره وقلت له نفسي كده اقعد ارسم زيك يعني. كل شويه كده بقعد اقول وريني واصور شويه. شيف محمد من المغرب وعامل طاجن خضار مغربي مع حامض وزيتون. مع حامض يعني ليمون، زيتون اخضر انتوا بتقولوا زيتون. زيتون اوكي، مش زيتون. زيتون يا معفر. نو 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 اوكي اوكي يلا هجربه واقول لكم على الطعم. طب بروفيشنال ممكن شوي من كل شيء. بدك تشوي من كل شيء. هدوء، مش عايزه اقول لكم الشكل عامل ايه. واو يا جماعه، الشيف محمد بيرسم مش بيطبخ. الله يخليك. ده كتير قوي. البطاطس دي مش بطاطا، دي السكواش. سكواش. بدك تجربيه ولا لا؟ لا لا يلا قطعة فلفل ثانية. لا بس كده خلاص. شايفين بقى طبق جميل ازاي؟ نفسي يا جماعة والله أعمل حاجة حلوة كده، نفسي أعمل حاجة حلوة كده. واو دلوقتي أقول لكم على الطعم بقى. أقول لكم على الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي البطاطا الحلوة. الجديد يا جماعة انه طبخ بالزيتون، احنا مش بنطبخ في مصر بالزيتون، هو طبخ بالزيتون. مش عايزة اقول لكم المغرب، المغرب واو. انا بشكر الشيف محمد جدا، هو المسؤول عن الانترناشنال ستيشن في جامعة اوتوا. زي ما انتم شايفين هو حض الكوكتيل بتاعه اللي هو بابريكا مع ملح وفلفل وكزبرة ناشفة مع عصير الليمون، وقعد يسقي بيهم كده شوية بشوية وسابهم على النار. اول ما غليوا يعني سابهم يجي حوالي ساعة ونص. كل شوية انا اقول له افتح كده اصور. طبعا الريحه كانت تجنن، عماله تطلع كل شويه علينا تجنن يعني. بشكره جدا الشيف محمد. انا ان شاء الله لما يعمل وصفات يعني تانية هحاول كده اصورها لكم، واتمنى ان انتم تجربوها تعجبكم قوي. وما تنسوش دعمكم للقناه بلايك وسبسكرايب والجرس عشان يوصلكم الجديد. ومع السلامه.